اهلا بكم متابعينا في تقرير جديد من مكتب وان فاينانشال ماركتس مركز دبي المالي العالمي. اليوم الخميس الاول من يونيو 2017. طبعا هناك سؤال هام، ماذا فعل الدولار خلال مايو وما الذي ينتظر الدولار خلال يونيو؟ بداية، كان إغلاق مؤشر الدولار الأمريكي هو الإغلاق الشهري الأسوأ في الثماني أشهر الأخيرة، حيث أغلق المؤشر عند مستويات 96.86 متأثرا خلال الشهر الماضي بتراجع توقعات الأسواق بشأن مسار رفع الفائدة المنتظر على مدار الأشهر المتبقية من هذا العام. وعلى الرغم من أن الأسواق كانت قد سعرت احتمالية رفع الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي المقبل المنتظر في 14 يونيو بنسبة 91% تقريبا كما تشير الفيد ووتش عبر موقع سي ام اي جروب، على الرغم من ذلك فإن تراجعات مؤشر الدولار تبين عدم تيقن الأسواق بشأن مسار رفع الفائدة فيما يلي الاجتماع المقبل. طبعا من الهام جدا أن ننوه عن صدور قراءة التغير في وظائف القطاع الخاص اليوم، طبعا تلك القراءة التي تصدر عن أوتوماتيك داتا بروسيسنج، وإلى جانب صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية مع توقع الأسواق أن تأتي قراءة مؤشر الإدي بي نام فارم الليلة أفضل من القراءة السابقة حول مستويات 180,000 وظيفة. أما بالنسبة لمؤشر النام فارم بيرول الرسمي والمنتظر صدوره غدا، فمن المتوقع أن تأتي قراءته أقل من القراءة السابقة التي كانت عند مستويات 211,000 وظيفة، لكن المتوسط المعلن لتوقع الأسواق لقراءة الغد تأتي حوالي 186,000 وظيفة. طبعا نفتكر سوء قراءة شهر مايو العام الماضي والتي جاءت صادمة الأسواق وقتها، فقد جاءت القراءة حوالي 43,000 وظيفة فقط. كمان قراءة مارس الماضي وهي الأسوأ منذ بداية هذا العام جاءت فقط 90,000 وظيفة تقريبا، وتم تعديلها مع نشر قراءة شهر إبريل إلى 79,000 وظيفة. على كل الأحوال نرجو أن من حضراتكم تأمين مراكزكم المفتوحة والاستفادة من تقلبات الأسعار التي تحدث وقت حدوث هذه الأخبار في تداولات سريعة ومربحة إن شاء الله. طبعا من الهام أن تؤمن مراكزك المفتوحة سواء بأمر جني الأرباح أو وقف الخسائر لتجنب أي تداولات أو تحركات سعرية غير متوقعة. أما عن الباوند، نعود إلى الباوند، فقد أغلق تداولات الشهر على مستويات الدولار 28.70 بعد أن كان قد سجل أعلى مستويات تداول عند الدولار 30 سنت ونصف. الأهم هذا الشهر هو ترقب الأسواق لنتائج الانتخابات التشريعية المنتظرة في 8 يونيو الجاري لكي تبدأ بعد ذلك مفاوضات الخروج رسميا من الاتحاد الأوروبي، خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. طبعا يتزامن ذلك مع الصراع الخاص بفاتورة الخروج. أعتقد أن الدولار والباوند هنا العملتين الأكثر تأثيرا على تحركات الأسواق هذا الشهر وتأثرا بالأحداث المنتظرة كما وضحنا لحضراتكم، وتمنياتنا لكم جميعا متداولات موفقة وإلى اللقاء.